وصل 8:21. كلنا عارفين ان ماك هو اسرع ديليفري في مصر، هم اللي بيقولوا كده، بس ماذا لو احنا خلينا ماك يتحدى نفسه؟ انا هطلب من ماك عن طريق التليفون، وانا هطلب عن طريق الابليكيشن نفس الوجبه، ونشوف مين اللي هيوصل اسرع. انا اوصل اسرع. واحد بيج ماك عادي جدا، بس انا خليته سبرايت وابو اسماعيل كولا عشان نعرف نفرق ما بينهم. اكد يلا بينا. الوقت بتاع الطلب كان بالظبط دلوقتي الساعه 7:31 وجه دوري اطلب. في حاجة غريبة حصلت، وهو ان بعد ما طلب على طول اتصلوا بيه. كله تمام كده يعني؟ مساء النور. ايه عم نفس الرقم؟ لا لا، انا عايز واحد بيج ماك وسط بيف الدرينك كولا. That's it. لا شكرا. تمام شكرا. الساعة دلوقتي 7:43، فرق دقيقتين بس. الدور العاشر برضو اتصلوا بيه تاني. ايه اللي حصل؟ انا سامع واحده بتقول لواحد محمود اسماعيل. ثواني هديك الرقم طيب. انت مش هتدي له الرقم على عنوان انت واسماعيل بتعمل لنا حوارات. مان لو انا اديت له الرقم ممكن يحط الاوردر بتاعك مع الاوردر بتاعي، ومندوب واحد بس هو اللي يجيبه، فاهم ازاي؟ لسه سامع صوت الاسانسير وهو بيفتح. طيب هو دلوقتي بيخبط وانا دافع عن طريق كريدت من الابليكيشن، وابو اسماعيل هيدفع كاش، انا مش عارف. معلش، هو انا هدفع ولا مش هدفع؟ لا مدفوع فيزا. مدفوع فيزا؟ شكرا. لا تعبس معلها كساتو. وصل 8:21. وصلوا بفرق دقيقة، فرق دقيقة من بعضهم يا اسطى. ده قتلوا سلم، قتلوا بعض. عسب الله عليك كده تفكر.